هذا هو العيد بالنسبة للأطفال في الموصل القديمة، المراجيح ودولاب الهواء على قارعة الطريق بالإضافة إلى ركوب الخيول، والبساطة هنا هي الحاضر الأبرز مع أصوات الأغاني التي يرقص عليها الأطفال. على البساطة عايشين، على الجدي وعلى النطاج وعلى الحصان وعلى السوتة وعلى النعوب، وهي البساطة من المنطقة القديمة مثل ما يقول، وعلى قد حالنا. ولا تخلو هذه الألعاب من المخاطر رغم بساطتها، إلا أن السبيل الوحيد لهؤلاء الصبية والفتيات هي الألعاب البسيطة، فالجانب الأيمن من المدينة لا يوجد فيه أي مدينة للألعاب، لذلك تضج الأحياء السكنية بهذه التجمعات. نتمنى أنه يصير عندنا مدينة ألعاب بالجانب الأيمن، حسة الوسيلة الترفيهية لهالأطفال، هاي الديديات اللي جاي يشوفها قدام عيونك، بس هاي الشغلات صايرة على شارع، يعني هذول الأطفال إذا طفل عبر جاي سيارة طرخته وصار حادث صار شيء، يعني هذا إيش راح يكون، إيش راح يصير به؟ وبالرغم من آثار الحرب التي ما تزال موجودة، إلا أن الحياة فرضت نفسها، وبهجة العيد تزهو بملابس الأطفال وأصوات صخبهم ورقصهم، فهم يبحثون عن فرحة العيد التي حضرت مع بعض منهم وغابت عن البعض الآخر بسبب الظروف المعيشية. يعني لو يعملون منتزه أو مكان مدينة صغيرة، حتى العائلة حتى الصغار لا يندعمون بها السيارات الرايحة والجاي، وذولا الماطورات والخيل همينة تشتغل، المكان على اطراب حتى لا أحد لا يزحلق أو يصير حادث لا سمح الله. ويعيش في نينوى قرابة 5 ملايين نسمة، وكل اعتمادهم في الأعياد على مدينة ألعاب واحدة تقع في الجانب الأيسر، وسط مطالباتهم ببناء أخرى في الجانب الأيمن من المدينة. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.